إذا كانت هذه أول زيارة لك، لا تنسى بدعمنا بالضغط على زر سبسكرايب ثم على زر الجرس وتفعل هذا الاختيار وتضغط على حفظ لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام أعزائي في سعادة تقنية مع هذا الفيديو الجديد. رمضانكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. نعصومو إن شاء الله ونفطرو بصحة وعافية وطولة العمر إن شاء الله، واللي كيتمنى شي حاجة الله يرزقها ليه ويسمعو ربي خبار يتفرحوا إن شاء الله في قادم الأيام. نرجعو للموضوع ديالنا. أكيد أنه عندما نقوم بتصفح موقع اليوتيوب ونتوجه للمضمون التقني العربي، قد نجد في بعض الأحيان آلاف الفيديوهات التي تخص مراجعة تقنية لجهاز معين، وبالتالي فإنك يعني تظن على أن صاحب تلك القناة أو صاحب ذلك الفيديو هو يشتري ذلك المنتج من ماله الشخصي ويقوم بمشاركته مع عامة الناس على أساس جهاز رائع، ولكن في الحقيقة هذه تبقى من بين إحدى الاستراتيجيات ومن بين إحدى الخطط لترويج إعلان معين داخل القناة التي طبيعة الحال تستهدف مجموعة من المتابعين وطبيعة الحال إدخال مجموعة من الأرباح. هذه طريقة للربح، هذه طريقة للربح. فعندما تقوم شركة معينة باختيار قناتك على سبيل المثال فإنها تختار الجمهور الذي سيتوجه له ذلك المنتج في المنطقة التي تقطن بها، وبالتالي فإنها تقترح عليك مبلغ متواضع يعني في الوهلة الأولى، ولكن عندما تستمر في العمل مع هذه الشركة كشراكة بين موقعك وبين هذه الشركة فإنها تضيف رصيد إضافي لكون أن موقعك يعني يتوفر على أكبر عدد من المتابعين الناشطين الذين يلجون لهذه المنتوجات أو حتى قد يقومون بعملية الشراء من خلال الرابط الذي يتم تشخيصه بالنسبة لقناتك. ولكن كيف يمكن الحصول على هذه الأجهزة التقنية وعمل مراجعة لها حتى وإن كان عدد المشتركين بقناتك هو 1000 أو 2000 أو حتى 3000 مشترك؟ فأول شيء عندما تقوم الشركة بعمل جولة على موقع اليوتيوب أو حتى في المدونات فإنها تقوم مباشرة باقتناص يعني اقتناص مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على قنوات كبيرة، قنوات نشطة من حيث التفاعل، تقوم بتوجيه طبيعة الحال مضمونها لكافة الناس وتختارها طبيعة الحال بشكل يعني معمق، وتقوم بعملية اقتراح عبر البريد الإلكتروني على أساس أنها تريد عمل شراكة بينك وبينها من أجل التعاون ومن أجل الربح أيضا. فما يعاب هذه العملية إخوانا الأكارم أنه عندما تقوم بعمل شراكة مع هذه الشركات يعني قناتك لن تعد كما كانت في السابق، بمعنى أن الميول الذي اعتمدته من أجل تطوير القناة سوف تنساه وستتفرغ فقط لعملية المراجعة التقنية للأجهزة، وهذا ما وقع مع العديد من اليوتيوبرز العالميين. أنا لن يعني أقوم مباشرة بوضع القوسين لليوتيوبرز العرب، ولكن معظم اليوتيوبرز العالميين أصبحوا يعني يستهدفون قنواتهم فقط من أجل الترويج والدعاية، وهذا يبقى طبيعة الحال حق خاص وشخصي لكل من يعمل طبيعة الحال من أجل تطوير المضمون. إذا تكلمنا في كل شيء وما خلينا حتى شي حاجة، دابا غادي نعرفوا كيفاش حتى نتايا تحصل على هذه المنتجات وتعمل لها مراجعة تقنية على القناة ديالك وتكسب الثقة ديالك مع هذه الشركة وحتى الثقة ديالك مع المتابعين، لأن عندما تأتي بمنتوج لا يجب عليك خاصك تعطي حقه الكامل والكافي، تهضر على المميزات وتهضر على العيوب وتخلي المتابع دائما يفرق بين المميزات والعيوب، وعمرك تقترح عليه أو تقول ليه شري هذا الجهاز بالقوة أو يعني بالإجبار، لأنه في هذه الحالة ستفقد مصداقيتك صديقي الكريم. اجعل هذه المواد التي تقوم بوضعها على قناتك هي مواد عادية مثل الشروحات التقنية التي تقوم بها من أجل إرضاء وكذلك إفادة المتابعين. فأول شيء أخي الكريم، قبل الولوج أو قبل مراسلة الشركات وقبل كل شيء، وجب أن تتوفر على بريد إلكتروني يعني احترافي، بمعنى أنه وجب أن تتوفر على بريد يبتدئ على سبيل المثال بكونتاكت أروباسك اسم الموقع أو اسم القناة .com. يعني فإذا كان لديك رابط الايميل هو رابط فرعي او رابط تابع لشركه اخرى كجيميل او هوت مايل او ياهو وما الى غير ذلك، فالشركات
تعتبرك يعني شيئا ما، يعني شخص مبتدئ وغير محترف وغير عملي في نفس الوقت. اول شيء اهتم بالايميل، اسم نطاق يكون كذلك بروفيسيونيل، www.اسم الموقع.com. ويجب اولا ان يكون ترتيب موقعك منخفض في الترتيب العالمي، يعني خصوصا على موقع اليكسا. اذا هذه 3 عوامل يجب عليك ان تشتغل عليها صديقي المتابع لكي تكسب اولا ثقة ذلك، يعني ثقة العملاء الذين يشتغلون بهذه المواقع، ثم توجه لهم برسالة بريدية كاملة. يعني في حال من لم يتقن اللغة الإنجليزية، يمكنك طبيعة الحال الاستعانة بجوجل تراديكسيون. يعني جوجل تراديكسيون سوف يعطيك الرسالة كما هي مع تدقيق وتصحيح مجموعة من الكلمات في حال مثلا لم يفهم النظام. لذلك وجب عليك أن تقوم بكتابة موضوع كامل متكامل باللغة العربية تفيد فيه على أن عدد المشاركين قناتك هو كذا كذا، عدد الزيارات الأسبوعية كذا وكذا، عدد المشاهدات كذا وكذا، وتستعين بمجموعة من الأمثلة وهي عبارة على روابط فيديو يكون فيها مثلا قمت بعملية شرح، أو مثلا اشتريت جهاز تقني وقمت بعمل مراجعة له، تقول له هذه الطريقة التي أستخدمها في شروحاتي التقنية. ثم سوف تقوم بإرسال هذه الرسالة يعني المجموعة من روابط البريد الإلكتروني التي سأتركها لك في رابط المرفق لهذا الفيديو. للإشارة فقط، هذه الروابط هي التي راسلتني يعني في مجموعة من المناسبات من أجل المراجعة التقنية. يعني هذه خاصة بالعملاء وليس بالدعم الفني. هنالك فرق إخوانا الأكارم، هنالك من يضع فيديوهات على اليوتيوب يقول لك قم بمراسلة الدعم الفني للحصول على الأجهزة التقنية. أجاب الدعم الفني الناس اللي مسؤولين على القطاع الترويجي للشركة أو العملاء اللي تابعين لهذه الشركة اللي كيشوفوا المصلحة ديالها قبل كل شيء. فالدعم الفني يخص خدمة ما بعد البيع، يخص أسئلة أو اقتراحات داخل الموقع. غالبا ما يكون طبيعة الحال عبارة على يعني غرفة شات، هي غالبا ما يكون طبيعة الحال بريد إلكتروني، غالبا ما يكون طبيعة الحال عملية تواصل بينك وبين الشركة. وستلاحظون أن العديد من اليوتيوبرز أو العديد من صناع المحتوى دائما ما يقترحون عليك بريد الدعم الفني، وهذا خطأ كبير يرتكبونه. ربما يتبقى عملية يعني تحفظ ويعني يعني يعني عدم إفشاء سر من أسرار المهنة كما يقال، ولكن أظن أنه لا شيء يجب أن يحتكر. يعني ما دمت مثلا أنا شخص قام بوضع هذه القناة وإلا لمشاركة ما أعرف. إذا كنت أخشى أن هذه الشركات لن تعد تراسلني في حال مثلا قمت بترويج إيميلاتها، فليكن ذلك، لأنه في الأول والآخر لدي متابعين هم الذين أقوم من خلالهم بالتواصل معهم وإيصال المعلومات التي عرفوني بها أول مرة، وليس المراجعات التقنية التي أصبحت من خلالها يعني أدخل يعني بصيص من المادة من أجل طبيعة الحال تسديد مجموعة من الحاجيات داخل القناة أو داخل الموقع الإلكتروني. وكيف ما كيقول لك الغني الله سبحانه وتعالى، اما احنا كبشر كنبقاو غير سبب في هذه الحياه. كنتمنى من صميم القلب انك استفدتي، خديتي عبره ولو غير ببسيط معلومه. الى عجبتك هذه الحلقه ما تنساش انك تشاركها مع اصدقائك، وما تنساش طبيعه الحال تشرفني بزر لايك لانه هو الدافع المعنوي اللي كيخليني نستمر لا انا ولا غيري اكيد في هذا المجتمع الرقمي. ما تنساش سبسكرايب، امر مهم باش يوصلك الجديد ديال الفيديوهات ديالنا. ما شتيش الفيديوهات اللي فاتوا ما تحكمش على هذه الحلقه، اهبط ادخل القناه وشوف اكتشف الفيديوهات اللي ملونصين فيها. هذا اخوكم سعد طبيعه الحال يحييكم من التقنيه. إلى موعد لاحق إن شاء الله. إلى اللقاء.